قصفت مدفعية الفرقة الأولى وكر الإداعش الإرهابي ودمرته بالكامل. وأفاد مصدر أمني بأن قطعات الفرقة الأولى عالجت حركات الإرهابيين في مناطق حوض الشيخ بابا شمالي جلولاء، مؤكدا أنهم يتحركون من أطراف بحيرة حمرين نحو شمالي جلولاء وأطراف خانقين بشكل مستمر، وأن الهدف من ضربات المدفعية قطع التحركات ومنع تواصل عناصر التنظيم أو شن أي هجمات إرهابية على المواطنين والقوات الأمنية. وتمكنت الاستخبارات العسكرية